مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. مشمش وفلفلة، ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء نرمين عبد الله. جلست القطة بلبلة بجوار مائدة الشاي تحيك من خيوط الصوف الأخضر ثوباً لابنتها فلفلة، وانهمكت الأم في عملها فلم ترى القطة الصغيرة مشمش وهو يتسلل تحت المائدة. مد مشمش يده وراح يجذب خيط الصوف بهدوء، بينما راحت أخته فلفلة تراقبه وتشجعه. جذب مشمش كرة الصوف فسقطت على الأرض، وأخذ يلعب بها مع فلفلة ويلفان خيوطها حول قاعدة المائدة. وظلت الأم بلبلة مشغولة عنهما بحياكة الثوب الأخضر. لم تنظر بلبلة تحت المائدة وأخذت تجذب خيط الصوف الأخضر وتجذبه بقوة، لا تعرف أنه ملفوف حول قاعدة المائدة. يا للخسارة! جذبت بلبلة المائدة مع الخيط فانقلبت وسقط كل ما عليها، فحدثت ضجة كبيرة. تحطمت أواني الصيني وانسكب الشاي والحليب فوق البساط، وأسرع مشمش وفلفلة يهربان إلى الطبقة العلوية دون أن يلقيا نظرة على نتيجة فعلتهما. واقتربا من خزانة الملابس فصاح مشمش: أسرعي يا فلفلة، ادخلي معي! وبمثل سرعة البرق قفز كل منهما إلى داخل الخزانة. قفز مشمش إلى رف علوي واختفى بين ما فيه من أغطية، وقفزت فلفلة إلى رف سفلي واختفت بين ما فيه من أحذية. وبقلوب خائفة أصغى كل منهما إلى صوت أقدام أمهما تقترب باحثة عنهما، وأمسكا أنفاسهما يتابعانها بسمعهما وهي تمر بخزانة الملابس لا تحس بهما. وأطلا من فوق الرفين، لقد ابتعدت أمهما بلبلة وزال الخطر. ودارت الأم بلبلة حول المنعطف، يحيرها اختفاء مشمش وفلفلة اختفاء غريبا. وخرج الشقيان من مخبئهما يبحثان عن مغامرة جديدة. نزل الشقيان الدرج في خفة وهدوء لا يتنبه إليهما أحد، وانبعثت رائحة فطائر شهية من باب المطبخ المفتوح، فتطلع الاثنان بتلهف، وعلى المائدة شاهدا فطائر لذيذة مستديرة يحبها مشمش وفلفلة. كانت الطاهية بسبسة تدير ظهرها للباب، وقد انهمكت في وضع فطيرة شهية في فرن الموقد. ولم تلحظ بسبسة مشمش وفلفلة يختلسان النظر إلى الفطائر، وقد التمعت عيونهما الجائعة. وتسلل القطان بخفة إلى المطبخ واتجها مباشرة إلى الفطائر اللذيذة فوق المائدة. كانت المائدة مرتفعة، لكن مشمش شاهد بجوارها كيس دقيق. وتسلق مشمش الكيس بسرعة وتناول الفطائر واحدة بعد الأخرى وألقى بها تباعا إلى فلفلة، فتلقتها سعيدة مبتهجة، لكن كيس الدقيق بدأ يميل. ثم وقعت الكارثة، انقلب كيس الدقيق على الأرض وسقط معه مشمش، ووقعت فلفلة أيضا. وانفتح الكيس واندفعت منه سحب الدقيق كثيفة بيضاء فغطت كل شيء، وغطى الدقيق الأبيض أرض المطبخ البرتقالية. ونبهت الضجة بسبسة فالتفتت تحدق في فزع إلى القطين الهاربين ولا تصدق عينيها. واندفع القطان كصاروخين يهربان من المطبخ الأبيض ومن بسبسة الغاضبة.
ووجدت بسبسة معظم الفطائر قد اختفت، فأصابها غم شديد وأخذت تصيح غاضبة: أمسكوا اللصين الصغيرين! وحاول الشقيان الهرب إلى الحديقة، فوجدا الخادمة بوسي تركع عند الباب تغسل المدخل بالفرشاة والماء. وأصبح مشمش وفلفلة محاصرين من كل جانب، أمهما بلبلة تبحث عنهما، والطاهية بسبسة خلفهما، والخادمة بوسي أمامهما. وفي جرأة وبغير تردد وثب القطان وثبة عالية مفاجئة من فوق رأس بوسي ومن فوق دلو الماء أيضا، وخرجا من المنزل بسرعة فائقة وأيديهما تمسك في حرص شديد الفطائر الشهية. روعت بوسي وفزعت عندما قفز الاثنان من فوق رأسها فارتدت وقد أصابها الذعر، لكنها اصطدمت بدلو الماء فانقلب في عنف على الأرض، وسال الماء في كل اتجاه بينما اختفى مشمش وفلفلة عن الأبصار. واشتد الغضب ببوسي وبسبسة، فانطلقتا تفتشان الحديقة كلها لا تتركان منها شجرة ولا نبتة. كانتا تطلقان التهديد والوعيد، وكل منهما تسأل الأخرى وقد ملأها الضيق: أين ذهب الشقيان الصغيران؟ واقتربا من غرفة صغيرة توضع بها أدوات زراعة الحديقة وأشياء البيت القديمة. صاحت بوسي: أصغي يا بسبسة، ألا تسمعين أصواتاً غريبة تصدر عن هذه الغرفة الصغيرة؟ كان القطان الصغيران بالداخل، مشمش يجلس فوق أصيص أزهار وفلفلة فوق سلة، كل منهما يأكل فطيرته في نهم ولا يشعر بقدوم بوسي وبسبسة. وصرخت بسبسة: الآن نقبض عليكما ونعاقبكما! وملأ الخوف قلب مشمش وفلفلة، فألقى كل منهما فطيرته على الأرض واستجمعا قوتهما ووثبا ليهربا عن طريق النافذة الضيقة. لكن بسبسة كانت يقظة هذه المرة ولم تتركهما يفلتان. كان مشمش قد تعلق بالنافذة يريد أن يقفز منها إلى الحديقة، لكنه وجد بسبسة هناك تنتظره عند أسفل النافذة وفي عينيها نظرة عتاب. لقد انتهى وقت العبث وجاء وقت الجد. أخيراً تم الإمساك بالعفريتين الصغيرين، فملأا الجو بصيحات الاسترحام وانهمرت من عيونهما دموع الندم. كانا يبكيان ويقولان: أردنا فقط تذوق الفطائر قبل موعد الطعام! وأخذ كل منهما يجفف دموع عينيه بقبضتي يديه آسفاً على أفعاله المزعجة. وأخيراً هدأ القطان الصغيران بعد أن ساعدتهما بوسي في الاغتسال وأزالت ما علق بهما من دقيق، وسرعان ما صفحت عنهما بلبلة، فهي تحبهما كثيراً وتعرف أنهما طفلان صغيران يخطئان مرة ويصيبان مرة ويتعلمان في النهاية الفرق بين الخطأ والصواب.